يمشي في ويتناشروا مع أرلان حسين رئيس الجمهورية اللي هو دعم الشباب ودعم المقاولاتية والستارت اب والمؤسسات الصغيرة. والله لولا روح الفرحي لا تعطلت قوى الحزيرة. أنا فرحان بهاد وليداتنا إن شاء الله اللي غادي يتقدموا في مشاريعهم بالمؤطرين تاني اللي أطروهم كاع أصحاب الخبرة أصحاب القامات. وليداتنا كاين اللي راهم عادة كيتخرجوا، كاين اللي تخرجوا كاين اللي راهم عادة يقراوا، كاع عندهم مشروع فكرة لحد الآن كيخرجوا تاع من الألف إلى الياء. يعني كي راه خارج راه خارج بفكرة مشروع، كل واحد والمشروع تاعه ويجسدوها في أرض الواقع. رسم يعني رسم النهج في خلق أفكار جديدة وتطويرها عن طريق التكوين والتوجيه. هذا المعسكر التدريبي لرواد الأعمال لفائدة متربصي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للحرف التقليدي والفندقة والسياحة، بهدف تنمية الفكر المقاولتي والريادي لخريجينا ومتربصينا، تحضيرهم مستقبلا لعالم الشغل من خلال إنشاء مؤسسات خاصة في مجالات تخصصهم، بهدف خدمة الاقتصاد والبعد ذا البعدين المحلي والوطني. معكم السيد فريد جواد، المدير الولائي للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لدعم الشباب بطبعته الأولى أشرفنا على تنظيم المعسكر التدريبي لرواد الأعمال بولاية تلمسان على مستوى المعهد الوطني المتخصص للحرف التقليدية الفندقة والسياحة إمامة تلمسان، وهذا التربص كان في إطار مساعي المؤسسة لتكوين جيل ريادي ومقاولاتي. تمكن من النجاح في هذا المعسكر 48 متربصا، واختتم بنيلهم لشهادات تكوين، وكذلك شارك في تكوين هؤلاء المتربصين أساتذة مختصين في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال. نشكر المدير المعهد لمنحه الفرصة لنا من أجل تنظيم هذا المخيم، وإن شاء الله ستكون لنا فرص أخرى وتكوينات أخرى في قادم الأيام. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.